بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل الاقتباس من قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، إلى قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أنه يشترط في الزوجة أن تكون محصنة، سواء كانت مؤمنة أو كتابية. والمحصنة هي الحرة العفيفة عن الزنا، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج من التي تمارس الزنا، سواء كانت مؤمنة أو كتابية، لأن الزنا فاحشة عظيمة تختلط به الأنساب وتضيع به الأعراض والأخلاق، فلذلك حرم الله الزانية كما حرم إنكاح الزاني. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالزنا والعياذ بالله جريمة كبيرة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والفاحشة ما تناهى قبحه، وساء سبيلا لما فيه من خلط الأنساب ولما فيه من الأمراض الفتاكة. فها هو العالم الآن يعاني ويقاسي من أمراض الزنا واللواط، وذلك بمرض الإيدز الذي أصبح مهددا للعالم بسبب هذه الجريمة القبيحة. ولهذا قال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن المهر حق للزوجة، قوله تعالى: وآتوهن أجورهن، أي مهورهن التي تم العقد عليها. فإذا سمي لها مهر فإنه يدفع لها، وإن لم يسمى لها مهر وهي المفوضة فإنها يفرض لها مهر مثلها، ويجب على الزوج إعطاؤه لها لأنه حق واجب عليه إلا ما سمحت به له. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وفي قوله: وإذا آتيتموهن أجورهن، بيان أنه لا تحديد للمهر، ولكن حث الشارع على تقليله وتسهيله، لأن هذا مما يسهل أمر الزواج. ويؤخذ من هذه الآية جواز إطعام أهل الكتاب من طعامنا، وهذا من باب المكافأة لهم، فكما أننا نأكل من طعامهم كذلك هم يأكلون من طعامنا، وهذا لا يعتبر من الولاء لهم، وإنما هو من باب الإحسان، إنما هو من باب الإحسان فقط، ولا يدل على الولاء لهم على دينهم. يؤخذ من هذه الآية أنه لا يجوز للكافر مطلقا كتابيا أو غيره أن يتزوج من المسلمة، لأن الله إنما أباح للمسلم فقط أن يتزوج من الكتابية، والكافر غير الكتابي، والكافر مطلقا كتابيا أو غيره لا يزوج من المسلمة لأنه على غير دينها.
والله جل وعلا قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أما قوله ولا تنكحوا المشركات فإنه عام خصص في هذه الآية في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهذه مخصصة لآية البقرة. وأما قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فهو باق على عمومه لم يخصص. ويؤخذ من هذه الآية أن الزاني لا يجوز تزويجه حتى يتوب إلى الله، ولهذا قال غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ويؤخذ منها أيضا أنه لا فرق في الزنا بين ما كان عاما وهو المسافح أو كان خاصا وهو الذي يتخذ الخدينات، أنه كله زنا وكله فحش، ولا يجوز أن يزوج الزاني المسلم من المسلمة العفيفة، لا يجوز أن يزوج الزاني المسلم من المسلمة العفيفة. وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج الزانية مسلمة كانت أو كتابية، لا يجوز للمسلم أن يتزوج الزانية المستمرة على زناها سواء كانت مسلمة أو كتابية، لقوله والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك حرم ذلك على المؤمنين، إلا إذا تاب كل من الزاني والزانية توبة صحيحة فإنهم يزوجون على ما تقتضيه الشريعة. يؤخذ من هذه الآية التحذير من الردة، وهي الكفر بعد إسلام، الكفر بعد إيمان. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فيجب على المسلم أن يحافظ على دينه وأن يتجنب الأسباب التي تصرفه عن دينه وتوقعه في الردة وما أكثرها، وهي إما مغريات وإما تهديدات. فالمسلم يصبر على دينه ولا ينساق وراء المغريات التي تصرفه عن دينه، ولا يخضع للتهديدات التي تصرفه عن دينه، بل يثبت على ذلك ولو لقي ما لقي من الأذى حتى يلقى ربه عز وجل بدينه. ويؤخذ من هذه من آخر هذه الآية أن الردة تبطل الأعمال كلها، لقوله تعالى: فقد حبط عمله، ومعنى حبط أي بطل جميع أعماله. لكن إذا تاب فهل ترجع إليه أو لا ترجع؟ على قولين لأهل العلم، منهم من يقول إنه إذا تاب لا ترجع إليه أعماله وإنما يبدأ أعمالا من جديد، ومن العلماء من قال إنه ترجع إليه أعماله الصالحة إذا تاب. ويؤخذ من هذه الآية أن المرتد والعياذ بالله خاسر في الآخرة، الخسارة التي لا تعوض، وهي الخلود في النار والحرمان من الجنة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.